هذه الآية الكريمة رقم 164 من سورة البقرة تحوي 7 آيات كونية مبهرة تشهد لله تعالى بطلاقة القدرة في إبداعه للخلق، كما تشهد له بطلاقة الوحدانية فوق كافة خلقه، وتشهد له بالحكمة والموضوعية في كل شيء أبدعه في هذا الوجود. وتبدأ الآية الكريمة بالإشارة إلى خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض. فالكون الذي نحيا فيه كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته. لا يمكن لهذا الكون أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد محض الصدفة، لأنه على قدر من الانتظام والدقة في البناء لا يمكن للصدفة أن توجد شيئا مثله. فالكون يشهد لخالقه سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه، وأنه صاحب السلطان في هذا الوجود، لا ينازعه فيه منازع ولا يشاركه فيه شريك. فكوننا يشهد العلماء بأنه يتكون في غالبيته من غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. الكون يتكون من أكثر من 74% من مادته من غاز الهيدروجين. يلي هذا الغاز في الكثرة غاز الهيليوم، وهو العنصر رقم 2 في الجدول الدوري للعناصر، مما دفع بالعلماء إلى التأكد من أن كافة العناصر المعروفة لنا والتي تتعدى 100 عنصر قد خلقها ربنا تبارك وتعالى كلها من غاز الهيدروجين. ويعجب الإنسان على روعة الخلق أن نرى من هذا الغاز الخفيف البسيط البناء الذي يتكون من بروتون واحد في نواته وإلكترون واحد يدور حوله، أن يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الغاز كل العناصر التي نعرفها والتي لا نعرفها، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير وغيرها. كل ذلك يخلقه ربنا تبارك وتعالى أمام أنظارنا في صفحة السماء، فنرى شيئا أو جانبا من جوانب طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا الكون، ليس فقط في ضخامة أبعاده ولا تعدد أجرامه، ولكن أن يخلق هذا كله من أبسط العناصر وأقلها بناء. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر. نعم. المسافة بين الشمس وأبعد الكواكب التابعة لها المعروفة لنا تزيد عن 6000 مليون كيلومتر. تقصد عطارد والزحل والمشتري؟ لا، بلوتو. بلوتو وأكثرها خروجا. وطبعا يقال أن فيه كوكب اكتشفه الروس بعد بلوتو لم يرصد، ولكنه حسب رياضيا فقط، أبعد من 6000 مليون كيلومتر. والمذنبات تدور في أفلاك أبعد من ذلك أيضا. فمجموعتنا الشمسية ضخمة. معذرة، ما هو المذنب؟ المذنب هو جسم أغلبه له يعني أغلبه غاز، وله رأس من المواد الصلبة يتجمع عليها كمية هائلة من الجليد، يتحرك في مدار بعيد جدا عنا، ولذلك يقترب نسبيا من الشمس ويبتعد عنها، فيظهر بطريقة دورية. وله ذنب من الغاز ومن الغبار أيضا، يعني قد يكون فيه بعض الغبار، يبلغ يعني مئات الآلاف من الكيلومترات، ولذلك على ضآلة بنائها هي أكبر أجرام أو أطول أجرام المجموعة الشمسية. المذنبات. نعم، سبحان الله. فالمجموعة الشمسية يعني أبعادها شاسعة للغاية، وإذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية نجد أن هذه المقاييس الأرضية لا تصلح للقياس. فاتفق العلماء على وحدة قياس في الكون تسمى بالسنة الضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. وإذا أردنا أن نحسب طول السنة الضوئية فعلينا أن نضرب 300,000 كيلومتر في 60 ليصبح في الدقيقة، في 60 ليصبح في الساعة، في 24 ليصبح في اليوم، في 365 وربع ليصبح في السنة، وهو رقم يقترب من 9.5 مليون كيلومتر. 9.5 مليون كيلومتر. أقرب نجوم السماء إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4.3 من السنة الضوئية. الله أكبر. نعم، مجرتنا والمجرة تجمع للنجوم له شكل معين وله أبعاد محددة،
ولها مركز ثقل محدد تدور الأجرام فيه حول هذا المركز. مجرتنا التي عرفها العرب وعرفها المسلمون منذ القدم وسموها سكة التبانة أو ضرب اللبانة، لأنه شبهوا لمعان النجوم في صفحة السواء المظلمة بقطرات الحليب التي تساقطت في صفحة سوداء، أو بحبيبات التبن التي تساقطت في صفحة سوداء. هذه المجرة يحصل علماء بها أكثر من مليون نجم، كل نجم من هذه النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابعها من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنازك إلى آخره. والأقمار نعم، هو ليس قمرا واحدا، لا أقمار عديدة يعني. أقمار طبعا نعم. يعني وهذه المجرة تخيل العلماء في لحظة من اللحظات، هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية وسمكها 10,000 مسنين ضوئية، فتخيل 100,000 في 9.5 مليون كيلومتر، شيء رهيب للغاية. تخيل العلماء في لحظة من اللحظات أن هذه المجرة هي كل السماء كل الكون، فإذا بالعلم يثبت أن بالسماء من أمثال مجرتنا 200,000 مليون مجرة على الأقل. الله أكبر، 200,000 مليون مجرة على الأقل. نعم. طبعا هذا كله في شريحة صغيرة من السماء الدنيا التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالمصابيح، والمصابيح هي النجوم. والعلم التجريبي الكسبي الإنساني لا يستطيع أن يخرج خارج نطاق سماء الدنيا، فلولا أن الله تعالى قد أبلغنا في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك 7 سماوات ما كان أمام الإنسان من سبيل أبدا أن يدرك وجود هذه السماوات 7. فنحن ندور في فلك جزء صغير من سماء الدنيا، وعلم الفلك كله يعني ينشغل بشريحة صغيرة من السماء الدنيا قدر قطرها بأرقام لا يكاد العقل البشري أن يتصورها. ولذلك حينما يقول رب العالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرينا حجم الإنسان وهو محبوس في نطاق هذا الكون لا يستطيع أن يخرج منه. هذا كون الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يغيب عن علم الله أو أن يخرج عن إرادة الله، لأنه محكوم بوجوده على هذه الأرض نقطة صغيرة في الكون، ولا يستطيع أن يتجاوز جزءا صغيرا من سماء الدنيا. نعم. إذا سمحت لي مداخلة، نعم. هناك من المشتغلين بحقل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قال لا تنفذون إلا بسلطان، قال هو سلطان العلم. لا يعني هذا الكلام غير صحيح، لأن خذ الأرض على سبيل المثال، يقدر قطر الأرض بحوالي 13,000 كيلومتر تقريبا، 12,760 كيلومترا. أعمق بئر حفرها الإنسان لم تتجاوز 13 كيلومترا. قطر الأرض واحد على 1,000 من قطر الأرض. قطر الأرض يعني طلع. أنا لا أستطيع معذرة أن نعم. يعني أن أغمس قطعة من الحديد في حتى تخرج في الناحية الأخرى من لا. الكرة الأرضية لا لا، لأن طبعا أعمق بئر حفر 13 كيلومتر تقريبا، يعني واحد على 1,000 من قطر الأرض، وبعد ذلك تنصهر كل أجهزة الحفر. تنصهر تنصهر طبعا، لأننا ننزل في درجات حرارة مرتفعة حتى تصل إلى 6,000 درجة مئوية تقريبا في مركز الأرض، فلا يستطيع الإنسان أن يخترق الأرض من أقطارها. قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا يقدره العلماء ب 24,000 مليون سنة ضوئية. 24,000 مليون سنة ضوئية. لا أفهم. نعم. لا أفهم. نعم. يعني الجزء الذي يراه العلماء الآن من السماء الدنيا. هذا الجزء الذي نراه. الذي نراه. نعم. يقدر قطره ب 24,000 مليون سنة ضوئية. معنى هذا الكلام قطر سمك السماء هكذا. نعم. مثلا نعم. يعني نعم. يأخذ مني مسيرة 24,000 مليون سنة إذا تحركت بسرعة الضوء، وهذا هذه استحالة مستحيل. يعني العلماء يقولون مرة موردة في كتب الأثر أن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. ما هو هذا هذا 500 عام. يعني قد يكون للتقريب للتقريب, يعني للتقريب. نعم. وقد يكون دقيق، يعني نحن لم نفسر هذا، يعني لم يستطع أحد أن يفسره. نعم. أنا عندي بحث قام به أحد الإخوة الباكستانيين من علماء الفيزياء المرموقين جدا يحاول تفسير هذه مسيرة 500 عام. نعم. لكن أنا أعتقد أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان لنا من قبيل التقريب. نعم. يعني أنا أقول أن أبعد نقطة يراها الإنسان من الأرض تبعد عنا بمسافة 24,000 مليون سنة ضوئية، يعني لو أردنا أن نتحرك إليها نحاول أن نصل لأبعد نقطة.
واستطاع الإنسان، وهذا لمجرد الفرض يعني، أن يصنع صاروخا يتحرك بسرعة الضوء. والعلم الآن يقول إذا تحرك الجسم المادي بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة، لكن لمجرد الفرض. يعني يتحول إلى طاقة؟ يتحول إلى طاقة، خلاص يختفي، يتلاشى. يتلاشى، لا مش يتلاشى، يتحول إلى طاقة لا ترى. أن الجسم إذا زادت سرعته ينعدم الزمن. طبعا ينعدم الزمن حقيقة، لأن الزمن نسبي. لأن الزمن نسبي بالنسبة لنا، الزمن محسوب بالنسبة لنا على الأرض يعني، وحنا سنأتي لهذا إن شاء الله ونحن نتحدث على نسبية الزمن في القرآن الكريم. لكن أقول لو فرضنا جدلا أن الإنسان صنع صاروخا يتحرك بسرعة الضوء أو بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فهو يحتاج إلى 24 ألف مليون سنة حتى يصل إلى أبعد نقطة نراها في صفحة السماء الدنيا. وهل هناك إنسان يعيش 24 ألف مليون سنة؟ ولذلك لن يستطيع الإنسان أن يخرج من أقطار الأرض، كما لن يستطيع أن يخرج من أقطار الجزء المدرك من سماء الدنيا. ولذلك الإلماح الكثير الذي يلح فيه ربنا تبارك وتعالى علينا في محكم كتابه أن ننظر إلى عظمة السماء، أن ننظر إلى عظمة خلق السماوات والأرض، وسيلة من وسائل التعرف على جانب من جوانب قدرة الله المبهرة التي أبدعت هذا الكون على ضخامة أبعاده وتعدد أجرامه وإحكام حركته وانضباط كل أمر من أموره. فيقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض كآية من الآيات الشاهدة على طلاقة القدرة الإلهية. فتح الله عليك وبارك الله. كل هذا في السماوات، السماوات بس. نعم نعم. يعني كما تقول كتب اللغة، ليس كل ما عليك فأضلك فهو السماء. نعم. وانتهى الأمر عند نعم. هذا الحد. نعم. نعم. يبدو نعم. أن الأمر أكثر إزعاجا من هذا. أكثر ننتقل إلى الأرض. نعم إلى الأرض. الأرض طبعا لو نظرنا في الأرض لأرينا. أنا معذرة بداية. نعم. دكتور زغلول، عايز أعرف كيف توجد الأرض في الفضاء، وما هي مصنوعة كيف، ومركز الأرض شكله. نعم. إيه، وإحنا نعم. بيننا وبين مركز الأرض قد إيه. نعم. الأرض عبارة عن كوكب له غلاف صخري، له مركز ثقل في قلبه. مركز الثقل، مركز ثقل. نعم، يعني كرة ضخمة من الحديد والنيكل في قلب الأرض تمثل مركز ثقل الأرض. ولولا هذه الكرة ما كان للأرض مجال مغناطيسي، ولو زال على الأرض مجالها المغناطيسي ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا بالأحياء على سطحها. فالأرض الحقيقة يعني أمر مبهر للغاية، كوكب من الصخر يقد تقدر كتلته بستة آلاف مليون 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 طن معلقة في الفضاء تدور حوله. ستة آلاف مليون 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 يعني. نعم، ثلاث مرات ستة يعني آلاف كم يعني ستة آلاف مليون 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 طن. نعم الله يعني أكبر. ستة بليون الله. تريليون طن تقريبا يعني الله. معلقة في الفضاء يعني تدور حول محورها دورة كل 24 ساعة، وتدور في مدار حول الشمس دور مدار محكم منضبط للغاية مرة كل سنة كل 365 يوم وربع. محورها مائل بحوالي 23 درجة ونصف على مستوى المدار، فتتبادل الفصول عليها. ولو كان المحور عمودي على مستوى المدار ما تبادلت الفصول أبدا. هذه الكرة يعني يعجب الإنسان أنها بدأت بكومة من الرماد، كومة من الرماد حينما انفصلت من الشمس أو من الجسم الذي تكونت عنه المجموعة الشمسية، كانت كومة من الرماد. ثم أنزل عليها ربنا تبارك وتعالى وابلا من النيازك الحديدية، ولذلك يقول في سورة الحديد وأنزلنا الحديد، ويثبت أنه إنزال حقيقي، مش بمعنى خلق، لا مش معنى الخلق، معنى الإنزال. يعني وابل من النيازك الحديدية اخترقت هذه الكومة من الرماد واستقرت في لبها، انصهرت وصهرت هذه الكومة فمايزتها إلى سبع أرضين. كل أرض لها كثافتها ولها صفاتها الطبيعية والكيميائية، إما سائلة أو صلبة. فالأرض لها لب صلب ثم لب سائل من حوله، ثم أربعة أوشحة متميزة في صفاتها. أربعة أوشحة، وشاح. ماذا وشاح؟ وشاح غطاء يعني، غطاء أو رداء. نعم. أربعة أوشحة متميزة، ثم الغلاف الصخري للأرض. وهذا الغلاف يطفو على نطاق من الضعف يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، عبارة عن صخور شبه مصهرة. اختلاف الليل والنهار هي إشارة قرآنية ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاء يحكي للعرب في قلب الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة أن الأرض تدور ما صدقه أحد في أمر الدين. ولذلك القرآن الكريم يعني يتحدث كثيرا عن حركة الأرض،
وعن دوران الأرض، يعبر عن الأرض بالليل والنهار. فالليل والنهار تعبير ضمني رقيق عن الأرض. يعني يقول هنا: واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار ليست أجسام مادية تختلف، هي فترات زمنية تعتري الأرض. معذرة، نوضح معنى اختلاف. اختلاف يعني تبادل، عدم التشابه أو الأضداد مثلا. نعم. يعني تبادل، هو تبادل، يعني أن الليل يحل محل النهار والنهار يحل محل الليل. نعم. وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كرة، وإلا إذا كانت الكرة تدور حول محورها، يعني أمام الشمس، فيصبح نصف الكرة المواجه للشمس نهار، والنصف البعيد عن الشمس ليل. ومع الدوران يتبادل الليل والنهار، فهي إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس. المفروض أن الشمس ثابتة لا تتحرك. لا، الشمس تتحرك. طب كيف؟ كل ما في صفحة السماء يتحرك. يتحرك، لا يوجد في الكون شيء اسمه ثابت. كافة أجرام السماء تتحرك، وتتحرك بسرعات فائقة للغاية. وهنا تتبدى عظمة القدرة الإلهية في أن انضباط المسافات والسرعات والمدارات في ظل الكون كله يتحرك. نعم. ولذلك الإلحاح القرآني على النظر في السماوات والأرض حتى يرى الإنسان جانبا من جوانب عظمة القدرة الإلهية. نعم. دكتور زغلول النجار، حضرتك أشرت أن الكرة توجد هكذا معلقة. نعم. في الفضاء. نعم. فهي تلف حول نفسها. نعم. حول نفسها هكذا أم هكذا؟ لا، هي تدور، لا تدور حول المحور طبعا. حول المحور. المحور. نعم. نعم. تدور حول محورها. تدور بهذه الصورة. نعم. يعني والكرة حينما تدور هي تتم هذه الدورة، يعني بسرعة حوالي 30 كيلومتر في الثانية، فتتم هذه الدورة 30 كيلومتر في الثانية. نعم. ألا ترى من دي سرعة كبيرة بالنسبة لحجمها اللي حضرتك وثقلها؟ طبعا، هذه عظمة القدرة الإلهية المبدعة، ونحن لا نشعر بهذا. لا نشعر بهذا طبعا. يعني تدور بسرعة حوالي 30 كيلومتر في الثانية، فتتم هذه الدورة في 24 ساعة، يتقاسمهما ليل ونهار. ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن ما في كائن حي يستطيع أن يتحمل اليقظة لفترة طويلة أو النوم لفترة طويلة. نعم. فتبادل الليل والنهار يعني يجعل أن الكائنات يعني تنشط بالنهار وتستريح بالليل. وتجعل حتى في داخل جسم الإنسان هناك بعض العمليات الحياتية، بعض الهرمونات التي لا تنتج إلا في الظلام. الله أكبر. وبعض الهرمونات التي لا تنتج إلا في النور. الله أكبر. فتبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الليل للكدح على. نعم. المعايش والجري والعمارة الأرض، وجعل الليل للراحة وللعبادة والطاعة وللتأمل وللتفكر. نعم. فعلا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. في الليل. نعم. الآية التي بعد ذلك: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. نعم. هي آية كونية، يعني هي جزء من الآية. لأن نعم. نحن بصدها، ولكن آية كونية. يعني سبق أن تحدثنا على أن الماء من أعظم السوائل الموجودة في هذا الوجود، والماء سائل فريد في نوعه، له من الصفات الطبيعية وله من الصفات الكيميائية ما جعله أصلا من أصول وجود الحياة. فمن ضمن صفات الماء الغريبة الفريدة أن كل سائل آخر إذا تجمد تزيد كثافته، يزيد ثقله. الماء إذا تجمد يخف وزنه فيطفو على سطح الماء، ولذلك يعني فائدة كبرى، لأن لو كان كغيره من السوائل إذا تجمد تزيد كثافته فينزل إلى القاع لتجمدت البحار كلها ولا خضت على الحياة في هذه البحار. الله. فربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا جعل الماء هذه الصفات الطبيعية والكيميائية المميزة له، ومن هذه الصفات القدرة على التعامل بقانون الطفو. بمعنى إذا جاءت مركب تدخل في البحر فتزيح قدر من الماء، هذا القدر الماء الذي أزيح يعين على طفو الباخرة، والقدر الذي يزاح بنفس كتلة الباخرة. فعملية الطفو أو قانون الطفو هذا أمر عجيب، لولا أن الماء له كثافة معينة وله صفات طبيعية معينة ما استطاعت أي باخرة أن تطفو فيه. عشان كده بقول له: اذا غمر الجسم في سائل فانه يلقى دفعا من اسفل الى اعلى يعادل وزن السائل المزاح. نعم. قاعده ارشميدس. نعم. يعني يساعد على طفو هذه الكتله. النهارده نرى بعض حملات الطائرات مثلا تزن الاف الاطنان. كيف يحملها الماء؟ بالضبط. كيف يحملها الماء؟ انا مندهش، ولو القينا بقلم. نعم. لغاص. نعم. لان الباخره
بيكون لها شيء من التجويف وشيء من الحجم يزيح كم من الماء يعين على دفع هذه الباخرة إلى أعلى. فالفلكة تجري في البحر آية من آيات الله في الخلق، يعني شهادة لله سبحانه وتعالى بإحكام الخلق. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة بالفلك التي تجري في البحار، يعني آيات عديدة يتحدث فيها القرآن الكريم عن يعني موطن الإعجاز دكتور زغلول النجار في في كون الماء يحمل الفلك وما فيه، وما فيها هذا موطن الإعجاز. يحمل هذه الكتل الهائلة والماء يعني سائل خفيف جدا، يعني لا يتخيل الإنسان أنه يحمل حامل الطائرة مثلا. طبعا احنا أشرنا إلى بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض، والتأمل في خلقهما من وسائل التعرف على شيء من صفات الخالق العظيم، شيء من إثبات وجود هذا الخالق العظيم الذي لا تستطيع حواسنا إدراكه، ولكن نرى يعني من دلائل القدرة في خلق السماوات والأرض ما يؤكد على أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد بمحض الصدفة، لأنه على قدر من الضخامة والانتظام والانضباط في كل أمر من أموره لا يمكن للصدفة أن توجده. وكل عقل يعني له شيء من البصيرة يستنتج أن هذا الكون لابد له من موجد عظيم، وأن هذا الموجد العظيم لابد أن يكون مغايرا لخلقه، ليس كمثله شيء، لا يحده المكان ولا يحده الزمان، لا تصنعه المادة ولا تشكله الطاقة، هو رب هذا الكون ومليكه الذي يحكمه بغير شريك ولا شبيه ولا منازع. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أن إخراج الماء من داخل الأرض بهذا الكم الهائل من وسط صخور منصهرة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية من دلالات إعجاز القدرة الإلهية. فربنا تبارك وتعالى قد أخرج كل ماء الأرض من داخل الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، ثم بعد ذلك دور ربنا تبارك وتعالى هذا الماء في دورة معجزة تسمى دورة الماء حول الأرض. هذه الدورة تبخر أشعة الشمس الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن اليابسة ومن تنفس الحيوانات والأناسي ونتح النباتات، يصعد هذا البخار إلى نطاق المناخ الأرضي، وهو منطاق جعل له ربنا تبارك وتعالى خاصية معينة أنها تتبرد أو تتناقص درجات الحرارة فيه باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ناقص 60 درجة مئوية. البخار الماء حينما يصل لهذا النطاق يتكثف، يتكون السحب، تتحرك السحب بإرادة الله سبحانه وتعالى، فتنزل هذا الماء مرة أخرى على سطح الأرض وعلى أسطح البحار والمحيطات. يتبخر من أسطح اليابسة والبحار والمحيطات في كل سنة 380,000 كيلومتر مكعب من الماء، ويعود كله إلى الأرض مرة أخرى، ولكن الله تعالى يصرفه، بمعنى أنه يوزعه بعلمه وحكمته وقدرته. وثابت علميا أن التربة مليئة ببذور الحياة، وكذلك الغلاف الغازي الأرض مليء ببذور الحياة، فحينما ينزل الماء على الأرض تحيا الأرض. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والماء سر من أسرار الحياة، لا تقوم الحياة بغيره، وهذه الدورة حفظ لنا بها ربنا تبارك وتعالى ماء الأرض من التعفن، لأن كل وسط من الأوساط المائية تعيش فيه بلايين الكائنات الحية وتموت فيه أيضا، ولو لم تتحرك مياه الأرض في هذه الدورة لفسدت وأسنت منذ اللحظة الأولى لوفاة هذه الكائنات فيها. نعم. فهذه الدورة تشهد لله بطلاقة القدرة، ويقول وبث فيها من كل دابة. وسبق أن أشرنا لأن أنواع الحياة المعروفة للإنسان الآن تتعدى 1.5 مليون نوع، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد، ويكتشف سنويا مئات بل آلاف الأنواع الجديدة. وبمعدل الكشف الحالي يتصور العلماء أن مجموع أنواع الحياة قد تتعدى 5 ملايين نوع، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. فبث هذه الحياة في الأرض من دلالات القدرة الإلهية. ثم يقول رب العالمين وتصريف الرياح، وجاء ذكر تصريف الرياح في
مقامين في القرآن الكريم، سورة البقرة وسورة الجاثية، بهذا التعبير تصريف الرياح. نعم. والرياح طبعا يعني قد تصريف الرياح ماذا يعني؟ نعم سأفسر ذلك. يعني هو طبعا الأرض محاطة بغلاف غازي. نعم. الغلاف الغازي هذا يعني يستمر إلى ما لا نهاية، لكنه لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر تقريبا. الغالبية الساحقة من هذا من مادة هذا الغلاف الغازي تتركز في 50 كيلومتر السفلة من ضغط الغلاف الغازي، فأكثر من 90% من كتلة الغلاف الغازي تتركز في 50 كيلومتر هذه. طبعا 50 كيلومتر تتحرك مع حركة الأرض لأنها مرتبطة بجاذبية الأرض، ولكن يشاء السميع العليم أن يحرك بعض أجزاء هذا الغلاف الغازي حركة مستقلة عن حركة الأرض، وهذه هي الرياح. الرياح يعني تحرك جزء من الغلاف الغازي المحيط بالأرض حركة مستقلة عن حركة الأرض، وإلا فالغلاف الغازي ملتصق أو مرتبط بالأرض بالجاذبية فيدور مع دوران الأرض، لكن الرياح هي تحريك جزء من هذا الغلاف حركة مستقلة عن مختلفة عن حركة الأرض. نعم. والرياح جاء ذكرها في القرآن الكريم في 29 موضع بصيغة الجمع رياح. لا جاءت بصيغة الإفراد 19 مرة والجمع 10 مرات. وواضح من السياق القرآني أنه كلما ذكرت الرياح بالجمع كان ذلك إشارة إلى إرسالها بالخير، وإذا ذكرت بالإفراد كان ذلك إشارة إلى إرسالها بالعذاب. وجاء ذكر الرياح أيضا بتعبير آخر الذاريات، لأنها تذرو الغبار على سطح الأرض، العاصفات التي تعصف يعني الرياح العاصفة، والمرسلات التي ترسل إما بالعقاب أو بالخير للبشر. هذه الإشارات إلى الرياح يعني 29 آية تتحدث عن الرياح في القرآن الكريم، صنفت الرياح تصنيف علمي راقي جدا. يقول رب العالمين الرياح ساكن وريح طيبة وريح عاصف وريح قاصف. طبعا العلماء الآن يقسمون الرياح في جدول يصل إلى 12 درجة. هذا التصنيف القرآني يعني يفوق هذا التصنيف العلمي بمراحل كثيرة. رياح ساكنة إذا كانت تتحرك بنفس حركة الأرض، رياح طيبة إذا كانت الحركة لا تؤذي الخلق، لا تؤذي الإنسان ولا تؤذي الحيوان، نسيم مثلا، زي النسيم، نسيم. زي النسيم. نعم. الريح العاصف الذي يعني يعصف بالشجر ويعصف بالتربة ويعصف بالكائنات الحية، هذا الريح العاصف. والريح القاصف الريح المدمرة التي تدمر كل شيء تمر به أو تأتي عليه، ريح صرصر عاتية. نعم. فالعجيب أن القرآن الكريم كتاب أنزل قبل 1400 سنة يعني يقسم الرياح هذا التقسيم العلمي الدقيق، والتقسيم الحالي يسموه بيوفورت سكيل لم يطلق إلا في نهاية القرن 19 أوائل القرن 20، والقرآن سبق ذلك بهذا التصنيف الدقيق. طبعا إن الغالبية الساحقة من الغلاف الغازي للأرض مركزة في 50 كيلومتر السفلة، فحركة الرياح تقريبا في هذه 50 كيلومتر، بعد ذلك لا تكاد تدرك حركة الرياح. معذرة، 50 كيلو من سطح الأرض؟ من سطح البحر. من سطح البحر، سطح البحر. ارتفاع 50 كيلو، بعد 50 كيلو لا تدرك، يعني تكون حركة ضعيفة جدا لا تكاد تدرك، لأن الغاز نفسه يفقد شيء من كثافته، يصبح خفيف، كثافته قليلة، تركيزه بسيط للغاية، فلا تكاد تدرك الرياح. طيب الرياح هذه يعني كيف تتحرك؟ قلنا هناك حركة مرتبطة بدوران الأرض حول محورها، وهذه لا يدركها الإنسان لأنها هذه هي الريح الساكنة. نعم. تتحرك بحركة الأرض، لكن شاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل محور الأرض مائلا على مستوى دورانها. هذا الميل يجعل أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء. نعم. وتنزل بدرجات مختلفة على نصف الكرة الأرضية شمالا وجنوبا، فتتمايز النطق المناخية. مع تمايز النطق المناخية يصل إلى كل جزء من أجزاء الأرض كم مختلف من حرارة الشمس، فتتباين درجات الحرارة، ونجد المناطق الاستوائية، المناطق المدارية، المناطق المعتدلة، المناطق الباردة، المناطق المتجمدة شمال وجنوب. نعم. تباين درجات الحرارة يجعل للغلاف الغازي كثافات مختلفة، فنجد أنه
طبعا أغلب حرارة الأرض تمتصها صخور الأرض، حرارة الشمس تمتصها صخور الأرض، وتصبح الجزء من الغلاف الغازي الملامس لصخور الأرض يسخن أكثر مما فوقه، فنجد حركة رأسية للرياح يدفق فيتمدد، تقل كثافته يرتفع إلى أعلى، يبرد ينزل إلى أسفل، ففي حركة رأسية في كل منطقة مناخية، وفيه جبهات ما بين كل منطقة مناخية والأخرى، يعني لتباين درجات الحرارة يتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. فالمناطق الباردة يكون ضغط الهواء فيها مرتفع، المناطق الساخنة يكون ضغط الهواء فيها منخفض، فيتحرك الهواء من مناطق ضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، وهنا يتحرك الرياح. وهناك خلايا لحركة الرياح الرأسية والأفقية من منطقة مناخية إلى منطقة أخرى، فنجد الرياح تحرك من قطب الأرض، قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء، ومن خط الاستواء إلى أعلى ثم إلى أسفل، ومن كل منطقة من أعلى إلى أسفل، خلايا عديدة تكون بينها جبهات هوائية. هذه الجبهات الهوائية هي التي تحرك أو تحمل بخار الماء ليتكون السحب، وهي التي تعين على تلقيح السحب بنوى التكثف، فتعين على نزول المطر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فتصريف الرياح أمر معجز للغاية، لو لم تكن الأرض مائلة بمحورها هكذا ما تصرفت الرياح. ولذلك يستشهد ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته في تهيئة الأرض لكي تكون صالح العمران بتصريف الرياح. نعم. والرياح تصرف بإرادة الله ومشيئته، إما بالرحمة أو بالعذاب. وهذا ما أعطاه لسيدنا سليمان، حيث نعم. قال وسخرنا له الريح نعم. تجري بأمره نعم. رخاء حيث أصاب نعم. والشياطين كل بناء وغواص نعم. اسمح لي أعود بحضرتك للخلف نعم. قليلا. كان العربي القديم يقسمون الرياح، يقولون ريح الشمال وريح نعم. الصبا وريح الدبور نعم. لأنها يعني تنتهي من دبر الكعبة المشرفة نعم. هل هذه تقسيمات العربي البسيط للرياح تتطابق مع العلم الحديث الآن؟ طبعا التقسيم البسيط مرتبط بالاتجاه القادم منه الريح، يعني كانوا يسمون الريح بالاتجاه القادم منه نعم. ولا زال هذه التعبيرات تستخدم إلى يومنا الحالي، يعني رياح شمالية شرقية، رياح جنوبية غربية، الاتجاه القادم منه الريح نعم. ولكن ليست هي المتعلقة بالخلايا الكبرى التي يتحرك فيها الريح من منطقة مناخية إلى منطقة مناخية أخرى نعم. مداخلة أخرى هل تسمح نعم. لي حضرتك؟ فضل. فهمت من كلام حضرتك أنه الماء الذي يسقط على هيئة المطر ما هو إلا خارج من الأرض نعم. في هيئة العوامل الكيميائية اللي حضرتك نعم. أشرت إليها نعم. يعني ألا يعني لا يمكننا أن نقول أن هناك في السماء ماء خاص بها هي تمطره، خصوصا المورد في الأثر أن ملك يأخذ من هذا البحر ويضع في هذا بكيل محدد، فلما نعم. صادر صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك المطر نعم. وطبعا أنا عايز أؤكد على أن فهمنا لأي سنة كونية لا يخرجها من كونها جند من جند الله سبحانه وتعالى نعم. وكونها تتحرك بمشيئة الله وبإرادته وبعلمه وبحكمته. فيعني الملائكة، نحن لا نرى الملائكة، ولكننا نرى سنن الله العاملة الفاعلة في هذا الكون نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عام بأمطر من عام، أو ما من عام بأقل مطر من عام، ولكن الله يصرفه. فالذي يصرف المطر الله سبحانه نعم. وتعالى يصرفه بعلمه وحكمته وقدرته نعم. طبعا نحن نحاول أن نفهم كيف يتحرك بخار الماء، وكيف يتكون المطر، كيف يتكون السحاب، كيف ينزل المطر من السحاب. وهناك عوامل كثيرة تتدخل في تصريف الرياح، تتدخل في تكوين السحب نعم. تتدخل في تلقيح السحب بنوى التكثف، تتدخل في الحركة التي تصل المكان الذي يصل إليه السحاب بإرادة الله سبحانه وتعالى نعم. وإنزال المطر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يعلم أحد متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى ونعم بالله نعم. كون بقى في أحاديث تتكلم عن دور للملائكة في هذا، هذا غيب، يعني لا نستطيع أن نقول فيه شيئا من ناحية العلمية نعم. لكن من ناحية العلمية نريد أن نفسر الظاهرة بما نراه من سنن ونراه من قوانين. وإذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لا نملك كمسلمين إلا أن نقول سمعنا وأطعنا نعم. جميل. معذرة مرة أخرى، مما يتكون هذا السحاب؟
السحاب هو الماء فقط؟ نعم. ماذا؟ السحاب لا، السحاب هو جزء من الغلاف الغازي للأرض يشحن ببخار الماء، فتصبح له كثافة أعلى من بقية الهواء من حوله، ولذا يرى باللون الرمادي أو اللون المعتم أو اللون الأبيض. يعني السحاب عبارة عن جزء من الغلاف الغازي للأرض شحن ببخار الماء، فائدته يحمل هذا البخار ليسقطه ماء على الأرض. نعم، يسقطه ماء على الأرض. نعم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، طبعا كلام معجز، السحاب المسخر بين السماء والأرض. العلم الآن يقول لنا أن السحاب يتكون في ما يسمى نطاق المناخ الذي لا يتعدى سمكه 18 إلى 20 كيلومتر على أقصى حد. نطاق المناخ هذا هو الذي يتكون فيه السحاب، فوق ذلك لا يوجد سحاب. السحاب المسخر بين السماء والأرض، ويعجب الإنسان من هذه البينية التي جاء ذكرها في كتاب الله 20 مرة، السحاب المسخر بين السماء والأرض. وكما سبق أن أشرنا في حلقة سابقة، الأرض تعتبر حبة رمل بالنسبة إلى كون شاسع الاتساع. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهذه هي الإشارة الوحيدة التي أو إحدى الإشارات الرئيسية قليلة التي يمكن أن يستشف منها المسلم مكان الأرض بالنسبة للكون، السحاب المسخر بين السماء والأرض. ويعجب الإنسان أيضا لإشارة هذه البينية، يعني إذا كانت الأرض غلافها الغازي قد أخرج من داخلها، فلماذا هذه البينية ولماذا تميز هذه البينية؟ طبعا حينما دحيت الأرض وأخرج الله سبحانه وتعالى منها ماءها ومرعاها، والمرعى إشارة إلى الغلاف الغازي هذا، اختلط بدخان السماء، فأصبح الغلاف الغازي الأرض جسم غريب عن كل من الأرض والسماء، فأعطاه القرآن الكريم يعني شخصية مستقلة ما بين السماء والأرض، وليس من الأرض بالكامل وليس من السماء بالكامل، فأعطاه القرآن الكريم هذه البينية. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأنه خليط من غازات السماء ومن غازات الأرض، وهذه طبعا يعني العلم الكسبي لم يدرك هذه الحقيقة إلا مؤخرا جدا. نعم. أن الغلاف الغازي للأرض عبارة عن خليط بين غازات الأرض وغازات السماء. نعم. هل الغازات تختلف من كوكب إلى آخر؟ بدون شك، بدون شك. يعني الهيدروجين مثلا اللي في كوكب بعيد عنا في المجموعة الشمسية بعيد عننا يختلف عن الهيدروجين موجود؟ لا لا، يعني الهيدروجين كعنصر لا لا يختلف، لكن تركيب الغلاف الغازي لكل جرم سماوي مختلف. الله أكبر. نعم. نعم. ولذلك يعني بعض الأجرام السماوية نجد غلافها الغازي لا يصلح للحياة التي نعرفها أبدا. نعم. مليء بثاني أكسيد الكربون، مليء بأول أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، الميثين، لا يصلح أبدا للحياة التي نعرفها. نعم. أنا بودي أقول أن هذه الآية الكريمة، نعم، حين من أسباب نزولها أنه عندما نزل قول الحق تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال مشركو الجزيرة العربية والكفار فيها كيف يسع الناس إله واحد، وإن كان هكذا فليأتنا بآية. طبعا قضية الشرك يعني من مداخل الشيطان، ويعني الشيطان يحاول أن يشوش على فكرة الألوهية في قلب وفي عقل الإنسان، فيوحي له بصفات بشرية يعني للإله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك كما قال المجسدة مثلا. نعم. فيعني إحدى مآسي البشرية أنها تقيس على الله سبحانه وتعالى بمعايير البشر، فقالوا أي أن كيف يسع الناس إله واحد، يعني لا يتخيلون أن القدرة الإلهية قادرة على الإحاطة بهذا الكون وبكل ذرة فيه. طبعا هذا الذي لا يؤمن إيمانا صحيحا، ولا الذي لا يوجد عنده عقيدة صحيحة يصعب عليه تصور ذلك، فقالوا كيف يسع الناس إله واحد. فنزلت هذه الآية الكريمة لتشهد لله سبحانه وتعالى بآياته في الكون، بقدرته على الإحاطة بالكون وبكل ما فيه ومن فيه. نعم. فيقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، 7 آيات واضحة كونية تشهد لله سبحانه وتعالى بقدرته على الإحاطة بكل شيء في هذا الكون. نعم.